بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. فالحقيقة نحب نشكر فندق فوق مونار والمشرفين عليه، قمنا عندهم 3 أيام، كانت 3 أيام جميلة. الفندق ما شاء الله أفطاره الصباحي ممتاز جدا ومتنوع، كذلك متوفر عندهم غدا والعشاء. الفندق كانت إطلالته جميلة ما شاء الله على الخضرة والطبيعة، وجميع العاملين في الفندق صراحة كانوا متعاونين معنا ومجتهدين وموفرين لنا جميع الخدمات، وقت الطلب ما يتأخر علينا. فشكرا للعامل في فوق مونار والجميع اللي صادفناهم في الموقع، والله يعطيهم العافية جميعا. شكرا لك.